أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل يجوز تبادل الذهب فيما بين النساء بدون بيع؟ بمعنى لو قالت امرأة لأخرى: هل تبادليني سوارك وأعطيك سواري، أم لا بد من شرط التساوي في الوزن فيما بينهما؟ هذا بيع، تبادل بيع، تبادل بيع، وإن لم يسمى بيعا فهو بيع، لأن البيع مبادلة مال كما يقول الفقهاء، مبادلة المال بالمال، هذا هو البيع، هذا بيع، ويشترط فيه التساوي في الوزن، اتحد الجنس فلا بد من التساوي في الوزن، ولا بد من التقابض في المجلس. وإذا اختلف الجنس مثل الذهب بفضة يشترط التقابض في المجلس، ويجوز التفاضل في المقدار، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.